لنا في قرية كفر نبودة في ريف حماة حملت أعباء سكان القرية وهمومهم قبل أن يأتي خبر مقتلها. نحن ما بقى بدنا لا أكل ولا شرب ولا بقى بدنا شيء، نحن بدنا سلاح ثقيل ضد الطيران وبس. كان هذا المطلب الأخير لمريم الشريف أو أم إسماعيل كما يلقبونها قبل مقتلها في قريتها كفر نبودة في ريف حماة الشمالي. مشان دافع عن حالي، مشان بضل أنا مع الشباب لما بيتحموا على حاجز. في جولة مع أحد الناشطين الميدانيين أكدت أم إسماعيل أنها حملت السلاح دفاعا عن نفسها وبيتها وأرضها، وقاتلت على الجبهات في صفوف فصائل المعارضة، وأشرفت على المطبخ الميداني في كفر نبودة كجزء من مهمتها في ساحات القتال. نخبيز كل يوم للشباب 600 رغيف 700 رغيف كل صباحا، يكونوا الساعة 9 الساعة 10 يكونوا جاهزين. جولة قصيرة سبقت مقتلها ألقت أم إسماعيل فيها الضوء على حياة المقاتلين اليومية على هذه الجبهة في ريف حماة الشمالي، وروت ما يحدث في هذه القرية الصغيرة من قصف ودمار وسقوط قتلى وجرحى. هاي الدار شهيدين، هذا شو يسموه شارع الموت، هاي الدار شهيد. فقدت أم إسماعيل اثنين من أخوتها، قالت إنهما قضيا على أيدي قوات النظام، راوية قصة اعتقالها قرابة شهر في فرع الأمن العسكري في حماة. خرجت من المعتقل إلى جبهة القتال، حملت أعباء أهالي قريتها كفر نبودة وتحدثت باسمهم عن معاناتهم وظروفهم في زمن الحرب. شب اعتقلوه وعذبوه طالب الجامعة وعذبوه وقتلوه وعند الآخر يعني قتلوه. لم تلقي أم إسماعيل قبل وفاتها اللوم كله على نظام الأسد، بل أشارت إلى تقصير المعارضة بحق السوريين في الداخل وحالة التشرذم والخلافات التي تعصف بها. نحن حقنا على المعارضة برا، المعارضة برا ما عم يتفقوا على رأي، وكل من بده ياخذ منصب لحاله. نحن ما بقى بدنا إياكم، ما بقى بدنا حدا يبطل. نحن بس ربا أبو درغم، العربية.